إذا يشرب السم ولا يشرب سم، هذه ما تسمى، ماذا يسمى هذا الأمر؟ ولاية تكوينية، تأثير كوني، بحيث أنه يشرب السم ولا يحدث فيه شيء. من الكرامات أيضا، أحد الأولياء يمشي على الماء، يمشي على الماء، كيف ذلك؟ أيضا يخبرنا بذلك اللالكائي في كتابه كرامات الأولياء. في صفحة 188 رقم الأثر 149 عن سليمان بن المغيرة قال: انتهى أبو مسلم، اسمه أبو مسلم، انتهى أبو مسلم إلى دجلة وهي ترمي بالخشب من مدها، فمشى على الماء، فمشى على الماء، ثم التفت إلى أصحابه فقال: هل تفقدون شيئا فندعو الله تعالى؟ يقول محقق الكتاب: أثر صحيح، صفحة 188 كتاب كرامات الأولياء. إذن أولياء يشربون السم، يمشون على الماء، يحجون في الهواء، يتكلمون بعد الموت، يكلمون جبرائيل، يتكلم مع أحد الصحابة. كل هذه الأمور أمر طبيعي، لكن لماذا نأتي إلى أهل البيت عليهم السلام يقف المنكر، مع العلم أن أهل البيت عليهم السلام هم سادة الأولياء؟ لماذا لا تعطيهم هذا الحق أو هذه الكرامة؟ لماذا تسلب هذه الكرامة من أهل البيت وتعطيها لمن هم دونهم؟ أضف إلى ذلك من الكرامات أيضا التي جرت في عهد النبي صلى الله عليه وآله لصحابيين، ماذا جرى، ماذا حدث؟ نسمع هذه الرواية التي رواها الحاكم في مستدركه في الجزء الثالث. يروي الحاكم عن ثابت عن أنس قال: كان أسيد بن حضير وعباد بن بشر عند النبي صلى الله عليه وآله في ليلة ظلماء حندس، حندس أي شديد الظلمة، فلما انصرف أضاءت عصا أحدهما فمشي في ضوئها، فلما افترق أضاءت عصا الآخر. يقول الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه، ووافقه الذهبي في التلخيص، هذا في المجلد الثالث صفحة 288. هذا ماذا يسمى؟ هذا ولاية تكوينية، بحيث يجعل هذه العصا تضيء أمامه. يعني هذا الفعل لو أنت سبته إلى أهل البيت، ولو هذا ما يفعله المنكر في أهل البيت عليهم السلام. فأتمنى بعد ذلك من الذين ينكرون هذه الحقائق أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، وليس هذا جزاء أهل البيت، وليس هذا جزاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن تسلب هذه الكرامات منهم وتعطيها لشخص آخر وتثبتها له. ولا حول ولا قوة إلا بالله. مسألة مثلا علم الغيب، الشيعة يؤمنون بأن أهل البيت عليهم السلام عندهم من المغيبات، نحن نقول نعم، علمهم مستفاد وليس الغيب المطلق. هذه المسألة الاطلاع على الأمور الغيبية، هل هي موجودة أيضا عند أخواننا أهل السنة أم لا؟ لا أريد أن أتي بقول من عندي، لا، فهذا الحافظ الكبير ابن كثير في الجزء السادس في البداية والنهاية، ماذا يقول؟ يقول: ومن كتاب دلائل النبوة في باب إخباره صلى الله عليه وآله وسلم عن الغيوب المستقبلة، إلى أن يقول ابن كثير: وقد ذكرنا في سيرة عمر بن الخطاب أشياء كثيرة من مكاشفاته وما كان يخبر به من المغيبات، كقصة سارية بن زنيم وما شاكلها، ولله الحمد والمنة. لاحظ عبارته، دقق:
وما كان يخبر به من المغيبات. يعني يعلم الغيب كان. في صفحة 147 من الجزء السادس. إذن أين المشكلة في ذلك؟ أين المشكلة في ذلك؟ المشنع أو المنكر إذا أراد أن ينكر ويشنع على شيعة أهل البيت فتراه يشنع على علمائه، هذا أمر مشهور. ماذا يقول الآن في ابن كثير؟ هل مغالي؟ هل يصفه بالشرك كما يصف الشيعة؟ نحن ننتظر ذلك من المنكر. الآن يسوقنا الموضوع إلى كرامات الإمام الحسين عليه السلام. هل بعد أن ذكرنا هذه الكرامات سوف ينكر أحد أي كرامة حصلت للإمام الحسين عليه السلام؟ لا أعتقد ذلك. كل من يحترم عقله وكل من له ضمير حي لا ينكر ذلك، إلا من اتخذ إلهه هواه، هذا شيء آخر. أحد كرامات يعني إحدى كرامات الإمام الحسين سلام الله عليه، يعني نحن لا ننقل من كتاب شيعي حتى يقال هذا كتاب شيعي، لا ننقل من كتاب إخواننا أهل السنة حتى نبين للمشاهد العزيز أن هذا أمر متفق عليه، أمر مشهور بين المسلمين. ماذا يقول الحافظ الهيثمي في كتابه مجمع الزوائد من كرامات الإمام الحسين في المجلد التاسع؟ في صفحة 197 يقول: وعن أبي قبيل قال: لما قتل الحسين بن علي انكسفت الشمس كسف حتى بدت الكواكب نصف النهار حتى ظننا أنها هي. يقول أقول هيثم: رواه الطبراني وإسناده حسن. ما معنى قوله ظننا أنها هي؟ قيامة القيامة والنحشر، يعني ما حدث يوم استشهاد الإمام الحسين عليه السلام الناس ظنوا أن هذا يوم القيامة. هذا الأمور الكونية التي حدثت، هذه التفات أيضا للذين يشنعون على ذكرى إحياء البكاء على الحسين والعاشر عاشوراء، إذا السماء جرى بها ما جرى على الحسين صلوات الله عليه وهي لا تمتلك لا عقل ولا حواس. أنا كلامي إلى من يمتلك عقل وحواس، ماذا يعني ماذا تكون ردة فعله على هذه الواقعة الأليمة؟ يعني المخلوقات بكت على الإمام الحسين، هذا ما جرى في الشمس، سيد الكائنات بكى على الإمام الحسين كما أثبتنا ذلك في الحلقات السابقة. ماذا حدث أيضا في وقت أو بعد استشهاد الإمام الحسين سلام الله عليه؟ هذا أحد الحفاظ الكبار، صاحب كتاب تهذيب الكمال في أسماء الرجال، الحافظ المنزي في كتاب في المجلد الثاني. يقول في صفحة 678: وقال عباس بن محمد الدوري عن يحيى بن معين وهو أحد كبار الأئمة: حدثنا جرير عن يزيد بن أبي زياد قال: قتل الحسين ولي 14 سنة وصار الورث الذي كان في عسكرهم رمادا واحمرت آفاق السماء ونحروا ناقة في عسكرهم فكانوا يرون في لحمها النيران. يعني آفاق السماء احمرت، الناقة، النباتات، ماذا حدث؟ كل هذه الأمور حدثت في يوم استشهاد الإمام الحسين سلام الله عليه. لماذا يعني المنكر يجحد هذه الأمور الثابتة؟ أيها المشاهدون، كرامات الأولياء لا ننكرها، ثابتة، لا تستمعوا إلى من ينكر هذه الأمور، هذه أمور ثابتة متفق عليها عند المسلمين. تهذيب الكمال كما ذكرنا في صفحة 678. هنا نقطة أبينها بس يعني على بالي: كما بانت علامات السرور في الكون في مولد النبي العشر صلوات الله عليه وآله، هنا علامات بانت في حزن الكون على مقتل الحسين صلوات الله. صحيح. وهذه يعني ما حد طبعا لا يوجد من ينكر العلامات التي جرت في مولد النبي صلوات الله عليه وآله. وأيضا هذا
يدل على أن غضب الرحمن سبحانه وتعالى تجلى في هذه الأمور. أحسنت، يعني هذه الأمور الكونية التي حدثت أمر رهيب جدا، لماذا ينكر؟ يعني ثبت لمن هم دونهم، لماذا لا تثبت هذا الأمر لأهل البيت؟ من الكرامات يعني ما يشنع به البعض على شيعة أهل البيت أنكم تذهبون إلى قبر الإمام الحسين سلام الله عليه وتدعون عنده بالشفاء وأن في تربته الشفاء كما تذكر روايات الشيعة، هل هذا صحيح؟ نقول نعم صحيح. ما الضلال في ذلك؟ هذا أيضا ورد في كتب إخواننا أهل السنة. أحد كبار الأئمة والعلماء الذهبي صاحب سيارة من النبلاء يترجم لشخص، هذا الشخص ذهب إلى قبر الإمام الحسين عليه السلام وكان مريضا، ماذا حدث؟ سوف نسمع الآن، لكن بداية من هو هذا الشخص؟ من هو هذا الذي ذهب إلى قبر الإمام عليه السلام وماذا كانت حالته؟ سير علم النبلاء في الجزء 15 صفحة 558 رقم الترجمة 333. الخلدي، من هو هذا الخلدي الآن؟ يوضح لنا الذهبي، يقول الشيخ الإمام القدوة المحدث شيخ الصوفية أبو محمد جعفر بن محمد بن نصيب بن قاسم البغدادي كان يسكن محلة الخلد، وفي صفحة 559 وقال الخطيب ثقة. طيب هذا الإمام القدوة المحدث الذي عبر هكذا يعبر عنه الذهبي الثقة، الثقة ماذا جرى له؟ أين ذهب؟ ماذا حدث له؟ يروي ذلك صاحب كتاب الطيوريات من انتخاب أبي طاهر أحمد الأصبهاني من أصول كتب الشيخ أبي الحسين مبارك بن عبد الجبار الصيرف الطيوري. يروي هذا الإمام الكبير في كتابه صفحة 467 رقم الأثر 838، سمعت أحمد يقول، سمعت أبا بكر يقول، سمعت الخلدية هذا الذي ترجم له الذهبي يقول كان في جرب عظيم كثير، قال فتمسحت، لاحظ، فتمسحت بتراب قبر الحسين، قال فغفوت فانتبهت وليس علي منه شيء. الله، اللهم صل على الله. الله أكبر، يعني هذا ليس شيعيا، ليس شيعيا. صفحة 467 كان مريضا إلى هذه الدرجة، تمسح بتراب قبر الإمام الحسين عليه السلام. فشوفي، ممكن أن يعني يسأل سائل هذا صوفي، ممكن ينكر أحد أن هذا صوفي، لماذا تشهد به علينا؟ الجواب، الصوفية على قسمين، قسم ممدوح وقسم مقدوح. هذا الإمام الصوفي مدحه الذهبي وغيره وهو ثقة لا يكذب، وصفه بالقدوة، فهل يكون منحرفا ومخرفا ويعني ليس صادق اللهجة يكون إمام وقدوة عند الذهبي؟ لا طبعا، إلا أن هذا الرجل معتمد عليه، وهذا الرجل هذا ما حدث معه مع الإمام الحسين وقبر الإمام الحسين، ففي تربة الإمام الحسين شفاء كما قالوا أمة أهل البيت وكما قالوا أمة إخواننا أهل السنة. وهذا لله الحمد أخي المشاهد العزيز، الكرامات التي ينكرها بعض الذين يشذوا عن اتفاق الشيعة والسنة، ونقول لله الحمد والمنة على اتفاق الشيعة والسنة.